عشان نعمل الجبنة الحلوم عندنا دقيق وبابريكا، وبابريكا مدخنة، وممكن تستخدموا نوع واحد بس ما فيش مشكلة، وتوم بودرة، بصل بودرة، 7 بهارات، شطة، طبعا الشطة اختياري، كريمة وبيض والجبنة الحلوم وزيت للقلي. بعد كده الصوص اللي هنقدمه معاها هيكون ساور كريم او الكريمة الحامضة، اللي ممكن تستبدلوها بزبادي او لبنة يكونوا متصفيين من ميتهم، مايونيز، كريمة، عصير ليمون، الجبنة الزرقاء المفتتة او الجبنة الريكفورد، عندي كمان بصل اخضر مفروم، وعندي للتقديم شوية بطاطس محمرة. هاخد الكبة عشان اعمل الصوص او الدب. هحط ايه بقى؟ هحط كل المكونات مع بعضها. ادي البصل الاخضر، ادي عصير الليمون، ادي الكريمة، المايونيز، الكريمة الحامضة، وادي البلو تشيز، وطبعا كميتها حسب ذوقكم وحسب نوعها، لان في انواع بتبقى اقوى من انواع تانية، وفي ناس بتحب طعمها اكتر من ناس تانية وهكذا. طبعا الدب ده مش بس هتستخدموه مع الجبنة دي، ممكن تستخدموه مع اي حاجة تانية، حتى مع خضار، جزر، خيار كده، بيبقى لذيذ قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيستخدم كمان مع اجنحة الفراخ المقلية، ناجتس، تريبس، يعني له استخدامات كتير قوي. بسم الله. بس كده. أجنحة الفراخ المقلية كمان بيمشي معاها الصوص ده قوي، وبصوا قوامه وجماله، بصوا لذيذ لذيذ لذيذ. كمان طبعا ممكن تستخدموها كجبنة سبريد للساندوتشات عادي خالص، تبقى برضو حلوة جدا زي ما انتوا عايزين. هي ليها استخدامات كتير كتير كتير، استغلالات متعددة. ادي كده الجبنة. بص تاني على الزيت، اعتقد ان هو ممكن يكون جاهز دلوقتي، لان احنا طبعا مسقعين شوية من الجبنة عشان نقليها مع بعض. نيجي بقى احنا عملنا اصلا الجبنة الجميلة اللي احنا حطيناها تتقلي دي ازاي. طيب اول حاجة باخد الجبنة الحلوم نفسها وبقطعها. التقطيع اللي انتوا عايزينها ممكن تقطعوها مثلثات زي اللي انتوا شفتوها دي، او التقطيع التقليدية بتاعتها اللي هي المستطيلات دي. 3 طرق الحقيقة. الطريقة الاولى ان انا بخلط الكريمة بالبيض وبحط الجبنة فيها، وبعدين بخلط الدقيق ببقية المكونات ونزلها اعفرها فيه. في طريقة تانية ان انا بعفر في الدقيق بس ما بحطش في البيض والكريمة. وفي طريقة تالتة ان انا بحط البيض والكريمة على الدقيق والتوابل، فبعمل لها زي العجينة كده زي التمبورة وبقليها بيها. والـ3 طرق حلوين، والـ3 طرق لذاذ جدا. وزي ما بقول لكم دايما جربوا واختاروا انتوا الطريقة الانسب ليكم، او لو الـ3 طرق عجبوكم يبقى كل مرة نعملها بطريقة. حسب ذوقكم يعني. هحط هنا البابريكا مع الدقيق، هحط الثوم البودرة والبصل البودرة، هحط شوية الشطة والـ7 بهارات، هحط الملح والفلفل، هخلط كله مع بعضه. حطيت شويات شويات شويات، وهاخد الجبنة وهنزلها اعفرها في الدقيق وهطلعها. ينفع؟ ينفع. طيب عايز احط الاول يا اميرة الكريمة او اللبن مع البيض واخلطهم مع بعض، انزل فيهم الجبنة وبعدين اطلعها على الدقيق. قوي قوي. وبتتقدم في كل المحلات الفول والطعمية عندنا في مصر.